الإمارات سيدي الكريم تمضي يعني في تنفيذ ما وضع لها من قبل الصليبية العالمية، وهذا أبا عن جد يعني للأسف الإمارات افتتح فيها أول معبد هندوسي عام 1958، ثم افتتح فيها كنيسة القديسة مريم في دبي عام 66، وهكذا تتابعت، وأيضا في أبو ظبي عام 1968، وتتابعت الكنائس حتى وصلت الآن إلى 45 كنيسة وأربع معابد للهندوس. فحكام الإمارات يمضون على ما رسم لهم، ويمضون طبعا وهم في راحة كبيرة، لا يمضون وهم مرامين على هذا. فموضوع التسامح الذي يبدونه هو فقط لذر رماد في عيون المسلمين، وإلا فإنهم لا يتصرفون تصرف سادة أو تصرف دول يعني مستقلة، وهم يعملون في هذا لزعزعة عقيدة المسلمين والإحداث نوع من الصدمة. يعني محمد بن زايد الآن، ونرى أيضا ما وتابعه وهو محمد بن سلمان في الجزيرة، يمضون بسياسة الصدمة، بحيث أن هذه الصدمة تؤدي إلى هزيمة مسبقة في نفوس المسلمين، فيستسلمون استسلاما كليا. ولماذا هذه يعني هذه النظرية تمضي عندهم؟ لأن الآن حراك الأمة دل على أن الأمة قد يعني هي في طريقها للخروج من سيطرة الحملة الصليبية التي مستمرة منذ 200 سنة ومئة سنة مكرسة هذه الحملة. فخروج الأمة من هيمنة السيطرة الصليبية وإسقاط عملائها والذهاب إلى منطقة السيادة وإقامة دول يعني تلتزم بمعنى الأمة ومعنى الإسلام، هذا الذي أقلقهم قلقا شديدا. وبالتالي من ضمن أدواتهم الاستراتيجية هو هذه الصدمات النفسية الشديدة، لعلها تؤدي إلى استسلام الجيل الجديد واسترخائه أمامهم.